حركة بيع وشراء بالنسبة لسوق اللابتوب هنا في المول؟ هو في حركة بس مش زي الأول طبعا. يعني يعني الحركة أقل بنسبة كام في المية؟ لا بنسبة كتير قوي، يعني احنا قلنا 50% أو 40%، يعني هي قلت 50 أو 60% كمان. يعني احنا الحركة بالنسبة لزمان يعتبر 40% دلوقتي من 100% بتاع زمان. تمام. ايه اكتر موديلات اللابتوب الجديده اللي بتتباع؟ لا هم ثلاثه، هم اكتر حاجه بتتباع، اتش بي، لينوفو، ديل، دول اكتر حاجه. دول اكتر حاجه. دول متوسط اسعارهم من كام لكام يعني؟ لا اسعار اللابات بتبتدي تقريبا من 4 وكسور وانت طالع بقى لحد حاجه و20,000 جنيه، وفي حاجات اعلى طبعا من كده بس دي بتبقى تيجي بالطلب والكلام ده كله. يعني انا يبقى معايا كام علشان اقدر اجي اخد من عند حضرتك لابتوب كويس؟ لا هي مش حسب فلوس كام بالظبط، انا شغلي ايه باللابتوب عشان اجيب بيه ايه، يعني انا هشتغل ايه باللابتوب عشان احط فلوس قد ايه عشان اجيب بيها ايه. هل اصلا في حركه بيع وشراء؟ ضعيفه جدا جدا، ضعيفه. اه ضعيفه جدا غير الاول خالص. ايه اكتر انواع اللابتوب الجديده المطلوبه؟ مبدئيا رقم واحد ديل، 2 اتش بي، لينوفو. وده متوسط اسعارهم بيبدا من كام لغايه كام؟ في الجديد بيبدا مثلا من 4.5 لحد فوق بقى مثلا حاجه و20. ده نقول الحاجات الشعبيه بتاعتنا في الجرافيك وندم. يعني هقول لحضرتك هيبقى مثلا في حدود يعني ممكن من 12,000 من 12,000 المستعمل اسرع لنا احنا جديد. ازاي بقى؟ لانه كله دلوقتي بيروح يشتري مستعمل. اه فاثر علينا احنا بتوع الجديد لان المستعمل ارخص. تمام. فكله بيروح يشتري مستعمل، لا يجي يشتري جهاز مني 12,000 جنيه مثلا 12,000 جنيه اللي ب 12 ده يروح يجيبه من المستعمل ب6 وهيديله نفس الغرض. هل اصلا في حركه بيع للابات توب الجديده؟ والله يا فندم يعني الحركة قلت شوية، بس هو طبعا يعني بنقول الحمد لله ما بقاش زي الأول بسبب غلو الأسعار، الأسعار بقت الحاجة في التنين، فبمعنى أصح اللي محتاج قوي بس في يعني ممكن نقول مثلا كل 10 بيجي 3-4 يشتري. يعني حركة البيع أقل من النص؟ لا أقل من النص، يعني تقريبا 40%. 40%. إيه أكتر الموديلات المطلوبة في اللابتوب؟ الحاجات العالية غالية، يعني البيع بيبتدي من الأغلى في الأقل. اللي بيحب يشتري اللاب بيشتري مرة واحدة عشان يريح دماغه، يقعد 4-5 سنين معاه، المواصفات تبقى كويسة. عشان حاجة تقعد 4-5 سنين لازم يبقى سعرها غالي، بالذات الناس بتوع كليات الهندسة والناس بتوع الديزاينر لازم يقعدوا أجهزة غالية، اللي هي مثلا بنتكلم في 12,000 جنيه فيما فوق. تمام. وإيه أكتر الأنواع المطلوبة؟ لينوفو ودل. هل سوق المستعمل في اللابتوب أثر على مبيعات الأجهزة الجديدة؟ لا خالص، نفس سوق الموبايل بالظبط، الناس بتشتري الموديلات الجديدة اللي لسه نازلة. أكتر براند بيتباع هيبقى مثلا ديل واتش بي ولينوفو. أفضل لابتوب في أقل سعر، هنلاقي إن أقل سعر لابتوب مثلا موجود كبير في السوق في رينج ال 4400 جنيه. 4400 جنيه دول ممكن نشتري بيهم لينوفو وممكن نشتري بيهم اتش بي. مثلا لينوفو هيبقى دوال كور، رام 4 جيجا وهارد ديسك 1 تيرا وكارت الفيجا 128 ام دي اب تو 2 جيجا، ده بالنسبه للينوفو. الاتش بي هيبقى كواد كور مثلا، رامات 4 وهارد 500 وكارت الشاشه 512. انت لو بتتكلم مثلا من سنتين ولا حاجه الحركه كانت اكتر شويه، لان مع ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الدولار الحاجه كلها رفعت جدا، ما بقتش متقبل اي مواطن. يعني رفعت بنسبة كام في المية؟ 100% تقريبا. اللابتوب كان ب 7000 جنيه بقى ب 15,000 وش كده. اللي عايز لابتوب مضطر ان يجيبه، اللي هيشتريه يعني في ناس كانت بتشتري الاول كرفاهية، يعني انا عايز اللابتوب اتفرج عليها العب جيمز، لكن دلوقتي يعني مثلا ممكن تقول 80% من الناس اللي بتشتري لابتوبات بتشتري عشان محتاجاه. كل حاجة تبدا معاك من 5000 جنيه 4500 5000 لغايه، لا معاك الرينج مفتوح لحد 30,000 على حسب شغلك. يعني انت لو عايز مثلا لا جرافيك مش اقل من 11,000 12,000. يعني الناس بتشتري مستعمل وبتطلب تشتري جديد؟ لا المستعمل ليه ناسه، بس هو الفتره الحاليه دي بعد زياده الاسعار
اللي ما معهوش تمن جديد بيضطر انه يجيب مستعمل.